تفاصيل صغيره ماشي. بورسعيد الجزء الرابع. اللي قدامك ده هو فنار بورسعيد القديم، اقدم فنار خرساني في العالم، ولكن مش ده اللي احنا جايين عشانه. ركز بقى معايا في الكره دي والعمود بتاعها. الكره والعمود دول هم عباره عن منبه او الارم. العامل كان بيطلع كل يوم الصبح يطلع الكره دي فوق العمود وتنزل ترن 3 مرات في اليوم تسمع المدينه كلها. اول مره وهي كانت بداية الشغل في هيئة قناة السويس، تاني مرة وهي كانت فترة البريك، وتالت مرة هي الفترة بتاعت المروح. من القصص اللطيفة وهي إن الستات في البيوت لما كانت بتسمع تاني جرس اللي هو بتاع البريك كانوا بيبدأوا يحضروا الأكل لجوازهم عشان لما يروحوا.